5 دقائق بعد نص النهار على دريم اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بالعباد اللي اختاروا يتابعونا على 95.5 وبيان 3w.radiodreamfm.net. نسلموا عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. موعد جديد في سادس حلقاتنا من برنامجكم امور تهمنا. امور تهمنا هي نفسها الامور اللي تهمكم الناس الكل. ذاك علاش كل مره نسلطوا الضوء على موضوع من المواضيع اللي تهم الشان العام. مانيش وحدي في تقديم هذا البرنامج، اكيد يرافقوني اميرات الاستوديو على يميني وعلى يساري وامامي. على يميني فريال مبروكي، مرحبا. عسلامة حسام وعسلامة تنسيم، ومرحبا بكل مستمعينا اللي اختاروا يتابعونا على موجات اذاعة دريم اف ام في برنامجهم امور تهمنا. مرحبا فريال. تسنيم رمضاني، مرحبا. عسلامة حسام وعسلامة فريال، ومرحبا بالناس اللي اختاروا يعدلوا موجتهم ويتابعونا على دريم اف ام. أمور تهمنا هي نفسها الأمور اللي تهمكم. هذاك علاش اليوم اخترنا نحكي زوز مواضيع هما في حد ذاتهم يطرحوا أنفسهم في هذا الوقت الراهن. هذاك علاش في الجزء الأول باش نحكيوا على المخلفات الصحية والبيئية يعني جراء مصابات مادة المرجين، أما في الجزء الثاني باش نحكيوا على يعني نحكيوا على قطاع النسيج ونحكيوا على ولاية المنستير اللي هي عاصمة في لقطاع النسيج، وفي نفس الوقت باش نحكيو على الأزمة اللي خلفتها جائحة كورونا خاصة على العاملات والعمل في قطاع النسيج. لكن قبل هذا خلينا نحكيو على أمور تهمنا اللي هو موعدكم الشهري اللي يجي في إطار صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعيتية. وإذاعة دريم اف ام هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا، واللي هما عليسة اف ام، مندرة اف ام، نفزاوة اف ام، وسليم اف ام. البث متزامن على كل الإذاعات من نصف النهار الماضي ساعة، ولكن في كل واحدة منهم أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تخص وتمس الجهة هذيك. دونك جوستمون حسين اليوم باش نحكيو على موضوع في غاية الأهمية اللي هو المخلفات الصحية والبيئية لمادة المرجين. الموضوع هي تحكي فيه من قبل، ولكن للأسف تبقى ديما معنا نفس المشكلة في معتمديتنا في ولاية القيروان، اللي يخلي موسم الزيتون للأسف يتحول من ثروة طبيعية إلى كارثة بيئية وحتى صحية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط بالوسط الغربي السيد خالد بن خديجة. مرحبا بك على موجة إذاعة دريم اف ام، وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخير للناس كل، مرحبا بمستمعي إذاعة دريم اف ام. عسلامة سي خالد بن خديجة، شكرا لك لقبول الدعوة مرة أخرى. خليك معنا نسمع مع بعضنا تسجيلات صوتية لآراء بعض المواطنين حول الموضوع هذا. المنطقة الشواحية معظم الشرط. أهل الشواحية عندهم أكثر من 10 سنين يعنيوا في مشكلة بيئية اللي هي مصب المرجين. مصب المرجين هذا بعيد عن المتساكنين 450 متر، وحدكم تنجم تتخيلوا الروايح والوشوش اللي نعانوها خاصة في الصيف، وخاصة مرض الشمانيوزا اللي ولا منتشر بشكل كبير في جهتنا. مصب المرجين هذا قريب برشا من أراضي زراعية اللي كان قبل 10 سنين كانت تنتج في الزيتون وفي اللوز وفي القمح، لكن عندها جاء أكثر من 7 سنين ما عادش تنتج ولا حبة زيتون على خاطر الميد المائي تمس أكثر من 15 حفرة بجنب الأراضي هذه. مصب المرجين هذا بلدية الجهة في 2018 خرجت فيه قرار غرق واعتبرته عشوائية خاطر ما هوش مراقب بتاتا، لكن قرار غرق تم تنفذ على خاطر الوالي أصر وحذر هنا في المصب، وبالفم والملاء قالنا ما كمش تسكروه وما تنجموش تسكروه، وعلى جثتي كان يتسكر. وبالرغم هذاك عدنا أكثر من 6 سنين وحنا نتحرك ونحتاجه ومناش مسلمين ومناش مأيسين، وربي ينصرنا إن شاء الله. بالنسبة لحكاية المرجين هذه والحكاية اللي قاعدة ظاهرة برشا هذه الأيامات، قاعدة تصير منها برشا أكسيدونية. المرجين هذا فاش يهزوه في شاحنة يتم نقلها البلاصة، معناها يتم فيها وضع المرجين هذا كسائل. هي الشاحنات اللي تهز في المرجين هذه قاعدة تسير في أضرار خيبة في الطريق، معناها السبالة تاع الكاميون من تيلي قاعدة ديما تلقاها تضيع، ديما في السير تلقاها تضيع، معروفة هذه في جميع المعاصر، سيرتو في بلادي أنا في حجب العيون الشاي نخزر له قاعد، معناها فهمتني صارت في عدة وبرشا أكسيدونيات، خاطر هو نوعية من الزيت محطوط فوق الأرض فوق الكياس ولا فوق الطريق يخلف أضرار كبيرة سيرتو في الأكسيدونيات. معناها المرجين طايش ياسر بالسواني يأثر برشا على التربة، مما يسبب برشا مشاكل، معناها يتسبب في ضرر في الأشجار.
المرجين عنده أضرار، أضرار فلاحية خاصة، كي ظل مطيش ما نشوفوه في الأراضي، نشوفوه في الطرقات. عسلامة مرة أخرى سي خالد، معك في ريال مبروكي. أول حاجة خليونا نحط الناس في الإطار، القيروان تحتوي على 25 مصب، منها 15 مصب في طور الاستغلال، في حين أن 10 الأخرين مغلقين رسميا لعدم استجابتهم للشروط. وهذا يخلينا نتسألوا عليه 10 هذوما مسكرين في حين أنه عنا فائض وناس قاعدة توزع في المرجين. والله بالنسبة للخمسة وعشرين مصاب اللي تحكي عليهم، من الحقيقة ما نعرفش المعلومة هذه منين أخذتها. أما نحكيه بصفة عامة، بالنسبة للمرجين فما مصابات جماعية ومصابات فردية. خلينا نحط الأمور في نصابها. احنا المعلومة هذه أخذناها من تقرير المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقرير اللي هما كتبينه معناها من الدراسة نتاعهم لحكاية المرجين. بالنسبة للمصابات نعاود نقول لك، ثم المصابات جماعية ومصابات فردية، يعني صاحب معصرة عنده الحق باش يعمل مصاب للمرجين فردي يستعمله كان هو. وفما بعض المستثمرين اللي يعمل مصب جماعي على أساس سكب المرجين فيه بمقابل، يعني صاحب المعصرة يعمل اشتراك في المصب هذيك ومن بعد على كل فواياج مرجين يجيبه يدفع مقابل. نقولوا عليش مسكرين، لأنه فما المتصورة أنه بعض المصبات الفردية مولاهم ما خدمش فيهم ولا ما خدمش العام هذاك، دونك يخليه مسكر مش مستغل. والا ثم احتجاج من مواطنين اللي يجعل صاحب المعصر هذاك يسكر المصب نتاعو. نحب نحط الموضوع في اطاره، راهو مصبات المرجين خاضعين لدراسه مؤثرات على المحيط، يعني صاحب المعصر ولا صاحب المصب سواء فردي ولا جماعي قبل ما يبدا في الانجاز يجب يقوم بدراسه مؤثرات على المحيط، يمد بها الوكالة وتقيمها الوكالة، ويا إما تصادق على المصب أو ترفضه في المنطقة هذيك في المكان المحدد اللي هو اقترف. ممتاز. به هذاك علاش أنا، أنتم كوكالة لحماية المحيط كيفاش قاعدين تراقبوا في المصبات هذية، وكيفاش قاعدين تتصديوا لظاهرة خلينا نقولوا المصبات العشوائية؟ هو هنا نحب زيادة نوضح موضوع، رأي مش كان الوكالة الوطنية لحماية المحيط هي العنصر الأساسي في المراقبة والمتابعة. فما المعتمدية، فما البلدية، فما الولاية، فما مندوبية الفلاحة، الصحة، كلهم معناتها متدخلين أساسيين في مراقبة المصبات هذه. بالنسبة للوكالة احنا نتسألوا على دوركم انتم في المراقبة، دوركم انتم بالذات. دورنا احنا عنا زوج أدوار، الدور كما كنت أحكي من الأول هو تقييم دراسة المؤثرات على المحيط، وهذا الدور استباقي. يعني قبل صاحب المعصرة ما يعمل مصب يلزم يحترم الإجراءات والقوانين الجاري بها العمل في المجال البيئي خاصة. وبعد ما نصادق على دراسة المؤثرات على المحيط نعطيهم يعني رأي مبدئي، موافقة مبدئية لإنجاز المصب هذا. وهنا نحب نأكد على حاجة للناس الكل بالله، رأي الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعطي رأي في خصوص المشروع ولا تعطي ترخيص. هذه نحب نوضحها كل أن ينفع، رانا نعطيه رأي من الناحية البيئية في إنجاز المصب ذاك مش ترخيص. فلهذا اللي ياخو رأي الوكالة بالموافقة مش معناتها خذية رخصة، رأو هي ومعناتها عنصر من ملف كامل يقع توجيهه للولاية ولسلطة الإشراف لإنجاز المصب هذا. دونك هني اللي خذي موافقة الوكالة من الناحية البيئية مش معناتها راهو سيء، راهو عنده ترخيص. هذا نحب نأكد عليه. به خلينا نرجع للدور الرقابي، لأنه أنتم سمحني سي خالد، لأنه أنتم كوكالة عندكم زادة الجانب الرقابي أنكم تراقبوا هذه المصابات. دونك كذلك علاش أنا في نفس الإطار، اليوم فما عديد من التشكيات، فما تذمر كبير من قبل عدد من الأهالي في مختلف معتمديات الولايات القيروان، داير قاعدين نشوفوا يعني حتى في حوادث مرور
نقولوا فما شكون يعني من الاشخاص اللي كانوا عبروا على ارائهم يعني انه فما حوادث مرور قاعده تصير جراء يعني سكب ماده المرجين حتى في الطريق، وانت تعرف كونه شيء هذا صار نحكيه على مخلفات يعني صحيه وبيئيه يعني في المعتمديات نتاعنا. انتوما كيفاش تراقبوهم المصبات هذه وكيفاش تتعاملوا انتوما كوكاله، نحكي انتوما في شخصكم انتوما سي خالد، كيفاش تتعاملوا مع المصبات العشوائيه هذه؟ شوف هنا بالنسبة للي نحب نوضح حاجة، فرق بين المصب العشوائي والمصب اللي حظي بموافق الوكالة. مصب عشوائي ما نحكيش عليه، لا يجب أن ينتصب في المكان ذاك ويجب أن يغلق حالة. دونك المصب اللي راقبوه نلقاه عشوائي لم يقم بدراسة مؤثرات على المحيط، ذاك يقع تحرير محض المخالفة بيئية وأعلام السلطات المعنية اللي تقوم بإجراءات الغلق. المحاضر هذه سي خالد رانا نحن سامحني مش احنا اللي نحلوا ونغلق ومش نحن اللي نعطي الترخيص. بالنسبه للمصبات اللي حظيت بموافقه الوكاله من خلال دراسه المؤثرات على المحيط، شنو هي دراسه المؤثرات على المحيط؟ هي دراسه فيها جميع المتطلبات والمستلزمات اللي يعملها صاحب المصب هذاك باش يحمي البيئه ويحمي المحيط. المراقبه اذا تتنزل في الميدان هذا المجال هذا، إذا واحد مش مطابق لما قدمه في دراسة مؤثرات على المحيط يعتبر مخالف. والمخالفة هذه شكون اللي يعمل تحرير محضر المخالفة بيئية؟ أي شكون اللي يقوم به محضر المخالفة؟ الوكالة الوطنية لحماية المحيط، خبراء الوكالة الوطنية لحماية المحيط يقوموا بالمحضر. سي خالد نرجع لكلامك شوية، أنت قلت إنكم كوكالة غير معنيين بتقديم الترخيص، شنية هي الجهة المعنية بتقديم الترخيص؟ قلتها أنا قبل، الجهة المعنية هي سلطة الإشراف يعني على مستوى بلدي أو مستوى ولاية. سي خالد بما أنه طول المصابات المرخصة هذية ما عادش هيزا بتاتخ كمية الكل وفما نوع من الالتجاء للمصابات العشوائية، شنو احنا اللي يمنعنا من انشاء مصابات مرخصة واللي هي تستجيب بطبيعة للشروط، ومش حتى رو انشاء مصابات، حتى استغلال المصابات اللي هي كما ذكرت زميلتي فما 15 مصاب بركة هما اللي مرخصين وقاعدين يخدموا، العشرة الاخرين مازالوا في طور ممكن ما يستجيبوش معناها للشروط، شنو اللي يمنعنا من استغلاله؟ اللي يمنعنا من استغلالهم هو المعصية، يا اما مشكلة بعد يا اما مشكلة معناتها كاميونات. المصبات المرخص فيها هي وجدت لاستغلالها، معناتها اذا واحد ما يمشيش يستغلها فهو مخطئ ويجب معناتها ردع المخالفين هذوما. جدكم احنا نراقبوا نحب نفرشك المعاصرية، راقبوهم في كل موسم متاع الزيتون، راقبوهم احنا وكالة حماية المحيط عن طريق الخبراء المراقبين التابعين للوكالة في السواء على مستوى جهوي او حملات تجي حتى من العاصمة ونشوفوا كل معصرة وين تصب المرجين متاعها، يعني اي معصرة نلقاها ماشي مشتركة في مصب مرخص فيه نقوم زادة بتحرير محض المخالفة ضدها. لكن رغم هذا سي خالد موجود الشيء هذا، يعني اليوم التشكيات اللي جاتنا من قبل الاهالي ومن قبل المواطنين خاصه وانه توا في موسم جني زيتون، فما عباد تصب بطريقه عشوائيه، الشيء اللي خلف اضرار حتى صحيه يعني على المتساكنين وعلى المواطنين. دونك لهنا لازم تكثف كل الجهود للقضاء. يعني انت اليوم كيف تقولي راهو احنا نراقبوا ونتبعوا وما فماش الشيء هذا، ليه اليوم موجود؟ يعني اليوم المعتمديات نتاعنا تعاني الامرين جراء ماده المرجين ومصابات هذيا. شوف خلينا نوضح، انا قلت ذاقب ونتبع وما قلتش مش موجود الشيء هذا، راهو الشيء هذا موجود وديما انت انا نعطيك اكزامبل فيه اللي الناس كل عايشينه. الحرس الوطني يراقب وشد رادار وفي كل من في كل طريق تلقى حرس وطني لكن المخالفات موجوده. يعني هذايا جبل الانسان على انه معناتها يقوم بالمخالفات. ونحب نتطرق الموضوع مهم اللي جبتوه انتوما اللي الكمين هذوما اللي قاعدين يصبوا في المرجين، وهذه حاجه خطيره اللي يصبوا في المرجين وسامحني في الكلمه يشرشروا في المرجين على الكياسات. هذا راهو الحرس الوطني زاد يلزم يدعمنا ويلزم يساهم في يعني التصدي لها الظاهره هذه، لانه السيد يصب المرجين في المصب بالفلوس، ماذا به هو يبدا
أنانية مفرطة أنه يحل الفانا ويبدأ يشرشر بشوي بشوي على أساس أنه موجود. يفرق الكاميون قبل ما يوصل للمصب وهذا يعتبر مخالف وصاروا حوادث قاتلة وإحنا ضد هذه وكل واحد نفيقوا به يعمل في الشيء هذا نعلموا الحرس الوطني لأنه هو كاميونة راجع بالنظر للحرس الوطني أنا على ضوء سمحني فريرة على ضوء كلام حسام حب نسأل سي خالد هل جيتكم تشكيات من المواطنين وإذا كان جيتكم تشكيات كيفاش تتفاعلوا معه؟ جيتنا عديد التشكيات وأنا سمعت طوال اللي عديتوهم أنتم العبيد اللي تحكي فما عبيد عندهم الحق وعبيد قاعدة معناتها مع ما تعرفش الحقيقة كاملة إذا نحب نوضحها مهم بالنسبة بار إكزامبل اللي يتكلم على شوي حي راو نفرقوا بين المشكلة البيئية والمشكلة الصحية ونحب أنا حتى مع المنتدى وضحت الحكاية هذه راو المرجين ما يعملش وشويشة وما يعملش الليشمانية راو نأكد ونعود وراو ما يعملش الليشمانية ما يعملش ما يعملش وهذا مؤكد وواضح من طرف احنا ومن طرف الصحة زيد مش هو المصب نتاع المرجين مش هو السبب المباشر في الليشمانيوز لكن هو يلم الحشرات يعني ويلم حاجات اللي وفما مشكلة بيئية ما نجموش نتجاوزوها جديد يعني قاعد يعمل في مشكلة بيئية كبيرة صحيح. لا البيئية تؤدي المشكلة صحية راهي اوتوماتيك موس يا خالد احنا توا نحبوا نحكيوا علميا عايش اختي علميا قلنا راهو الوشويشه النوع من الوشويشه اللي تعمل ليش مانيوز راي لا تتكاثر ابدا واستحاله في مصبات الموجين هذه راهو وضحناها عديد المرات هذه تصريحك انت بطبيعه ناخذوه بعين الاعتبار باهي خالد ونجموا نسالوا اهل الذكر انا متاكد انه مش ياكدوا كلامي ما يعملش ليش مانيوز لكن فما روائح فما مخالفات اخرى اهم راي أهم وأخطر من الليشمانيوز المائدة المائية اللي تتلوث بالمرجين هذا صحيح. مهم وخطير الروائح هذا مهم وخطير إذا احنا نتابعوا في الإشكاليات هذه ما نحبوش المرجين يمس المائدة المائية متاعنا حتى ولو كانت مالحة حتى ولو كانت معناتها العذوبة متاعها مش بيها لكن هذه احنا مهمتنا البيئة انا نحافظ عليها مهمة وكالة حماية المحيط انا نحافظ على كل المنظومات البيئية الموجودة في جهتنا وهذه اللي ركزوا عليه وانا كنت انصحت بعض عديد المواطنين اللي في الشويحية وفي غيرها نقول لهم ركزوا على الحاجات المهمة ما تمشيش في ثنية الرالطة اما نركزوا على الحاجات المهمة اللي هي خطيرة واللي هي تؤثر مباشرة على البيئة متاع الإنسان وعلى صحة الإنسان باهي سي خالد بما أنه مهمتكم هي حماية الثروة المائية والبيئة وبعيدا عن كل التجاذبات احنا اليوم في مشكل بيئي كبير ويلزم نتجاوزوه بغض النظر على الإمكانيات الكل هل أنه فما حلول مقترحة من عندكم أو من عند أي جهة أخرى سواء على المدى القريب أو البعيد شوف أنا هنا حبيت نوضح حاجة مهمة يا سيدة أنه عندنا مبدأ في البيئة يقول لكل يوربي العهدة على الملوث في المعاصري مع كامل احتراماتنا لهم وإحنا نشجعوهم باش يخدموا معناتها وإحنا القروين في مراتب متقدمة في إنتاج زيت الزيتون لكن يلزموا يهتم بزيت الزيتون هذا أكيد لكن يلزموا ما يتخليش على المخلفات اللي هي المرجين والفيتورة وبما أنه العهدة على الملوث إذا هو صاحب المعصرة يلزم يعمل المصب نتاعه ولا يلقى حلول للمرجين هذا نحب نأكد على حاجة اللي الوكالة الوطنية لحماية المحيط ما تعملش مصبات هي مهمتها الرقابة وإحنا قاعدين نراقبه ويلزم يعمل فما زاد الدور التوعوي لازمنا أنت توا بما أنك حكيت على أصحاب المعاصر زاد فما دور توعوي ما لازمناش نتجاوزوه أكيد دور توعوي وإحنا نقوم به إحنا عديد المعاصرية اللي نمشيوا لهم نبهوا عليهم وفما لجنة جهوية كل عام الدور قبل موسم الزيتون وتنبه عليهم في حسن التصرف سي خالد يلزم فما يكون تطبيق للقانون وعقوبات مش جست تنبيه توريتش كيفيش تو قلت لي تنبيه قلت لك راهو ننبه قلت لي انت انا من الاول قلت لك راهو نعملوا محضر مخالف احنا كل موسم جني زيتون عندنا فوق ال40 وال50 محضر مخالف يتم
ومحض مخالفة الوكالة الوطنية لحماية المحيط راهو مش سهل. ريتا سي خالد فقط نحب نتفاعل معك في النقطة هذه وبعجالة نظرا لضيق الوقت. أما راهو اليوم كيف تقول نسجل في 50 مخالفة، مهم تسجيل هذه المخالفات، احنا ماذا بينا حتى حد ما يخالف القانون، ماذا بينا كوننا نحافظوا نستحفظوا على المحيط نتاعنا ونستحفظوا على البيئة نتاعنا، لأنه مهم جدا كل هذا. لكن طلت في نفس الإطار كيف تقول نسجل في 50 مخالفة، ولكن رغم هذا الكل إلا أنه نلقاه في كل موسم تاع جني زيتون فما مخالفين يعني اللي قاعدين يصبوا في مادة المرجينة ذي بطريقة عشوائية. واحنا نتصدوا لهم ديما نحكيوا على الردع، احنا نحكيوا على الردع باش نحاولوا نقضيوا كومبليتمون على هذه على هذه الظاهره، لانه سي خالد لو كان نخدموا مخاخنا شويه رانا نجموا نستثمروا في ماده المرجين. نستثمروا هنا نستثمروا. تو انت عطيتني دو فولي الردع قاعدين نقولوا فيها الردع ومحض الوكاله راهو يتجاوز 5000 دينار ويتعدى يمضي عليه الوزير المكلف بالبيئه ويتعدى للمحكمه. معناتها مش عملية سهلة ولا متاع خطية متاع 60 دينار ولا حاجة، والمعفرية يعرفوا هذا. بالنسبة للاستثمار احنا نقوم بالتشجيع من خلال ديليني دو كريدين وضعينه للاستثمار في مادة المرجين ونوريه المعفرية اش يعملوا. لكن كما تعرف احنا منشأة عمومية، مشنا احنا اللي مش نستثمروا، لكن نوريو الطرق. صحيح، نرجعوا لجانب التوعوي والتثقيفي زاد كيف لاصحاب المعاصر باش نوريهم كيفاش نجموا نستثمروا في هذه الوكاله. معهد الزيتونه الى غيره مندوبيه الفلاحه قمنا بعديد الملتقيات وعديد التظاهرات حول حسن استعمال ماده المرجين. ممتاز. وهنا نتطرق الموضوع مهم اللي المعاصريه ربي يهديهم زاد ما يحبوش، هو رش المرجين بطريقه علميه في غابات الزيتون بمعدل 50 متر كوب في الهكتار يقع رشها، وعندنا لجنه كامله تقوم باختيار الاراضي وبارشاد الفلاحين الى كيفيه استعمال المرجين هذايا باش نستفادوا منه كسماد عضوي للزيتون. بالضبط. فما شكون قاعد يطبق فيه هذا؟ فما البعض اللي قاعدين يطبقوا كل عام، فما فلاحين يطلبوا مطلب يعملوه المندوبيه باش يرش المرجين في الاراضي نتاعو بمعدلات اللي حكيت عليها وبطرق وضعها معهد الزيتونه بطريقه علميه باش ما تضرش الزيتونه لكن تنفعها كسماد. واحنا مشاركين في اللجنه هذه كل عام على ولايه قروان سيدي بوزيد وقصرين نتابعوا في اللجان هذوما وقاعدين نوافقوا على الاراضي اللي يمكن رش المرجين فيها. خاطر لو كان ما يتمش تثمين ماده المرجين راهي الحلول وكل ديما تبقى محدوده. هي ماده نجموا احنا نستعملوها، فعلاش لا يصير التثمين نتاعها؟ وهني عندي دعوه بالله كان تفضل طبعا 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 دعوه للمؤسسات اللي مشرفه على تركيز معافر الزيتون. ممتاز. ماذا بينا احنا حتى على مستوى وطني نشجع الفلاحه باش يستعملوا ماكينات الزيتون اللي نقولوا عليهم دوبل فاز، لانه شو معناتها دوبل فاز؟ يخرج زيت ومرجينه في توره مخلطين، تخرج كميات ضئيله جدا من المرجين. السيد توا في ولايه القيروان يستعملوا في ثلاثيه المراحل او التريفازيك. التريفازيك هذه تخرج كميه كبيره من المرجين والفيتوره والزيت، وهذايا لو كان نمشيوا على مستوى وطني ان نستعملوا الليشين دوبل فاز مش نتخلصوا من كميات كبيره من المرجين عند الانتاج. واضح. ممتاز واضح. يعطيك صحه سي خالد بن خديجه، شكرا لك سيدي على كل هذه المعطيات، وان شاء الله في السنوات القادمه ما عادش نحكيو على هذه المصبات العشوائيه وما عادش نحكيو على المخلفات الصحيه والبيئيه لماده المرجين. شكرا لك سي خالد بن خديجه. شكرا. كان معنا مباشره المدير الجهوي للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط بالوسط الغربي. شكرا لك. هذا شنو كان عنا في علاقه بمصبات المرجين والمخلفات المشوار في برنامجكم أمور تمنا. نقولكم خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. صابر رباعي ورحمة قلبي، ورجعين بعد شوية. هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني واشتريكم وانتو ببلاش بتبعوني. هو عشان أنا قلبي We'll be right back.
We'll be right back.
صابر نصيف زيتون يا عسل نصيف زيتون يا عسل. وصلنا معاكم النص نهار و37 دقيقة. نرحبوا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع وين ما كان يوصلكم صوتنا على الباج اوفيسيال بما فهم ولا على www.dreamfm.net. وتوا باش نحكيو على قطاع النسيج في المنستير، المنطقة الأكثر تضررا خلال الأزمات تباعا كما الكورونا. تنشوفوا بعد شوية زادة اللي فما أزمات أخرين بخلاف الكوفيد اللي خلاو قطاع النسيج يتضرر للأسف. مشكورة على تدخل معنا باش يمدنا بأكثر تفاصيل رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية عادل بن طقية. مرحبا بك في أمور تهمنا وشكرا على قبولك الدعوة. شكرا، صباح الخير وبارك الله فيكم انتوما، وشكرا لكافة مستمعي دريم اف ام، وان شاء الله نقدم الإضافة كما قلت في البداية بتاعكم. ولاية مسير تعتبر هي من الولايات الرائدة في قطاع النسيج، كما تعرفوا تقريبا عندنا ما يقارب 350 مؤسسة في صناعة النسيج، وفيهم 450 مؤسسة مصدرة كلية. عسلامة مرة أخرى سي عادل، وشكرا لك زادة مرة أخرى على قبول الدعوة باش تمدنا بمزيد المعلومات حول هذا الموضوع الحساس بالنسبة لعاصمة النسيج بتونس المنستير. نطلب منك من الأول باش نسمعوا مع بعضنا تسجيلات صوتية لآراء المواطنين وبعض العملاء حول هذا الموضوع. صدقوني راو لازم هذي يحس بها كان الزوالي، راو اللي يكلت على قوت صغار ويصبح مطرد قال شنو معناش باش نخلصوك، تخدم 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 كي يقرب لك ترسيمك تطرد دلويه، لا عندك سي ان اس اس لا والو، راو برشا معامل متصبش على خدمتها. راو المشكل راو مش مكان من الكورونا، مش كل شيء شادين كورونا كورونا كورونا، راو من قبل برشا واستغلال خدامه ولا ثقافه عنا، راو حسيبنا ربي وكاو حسيبنا ربي ذاك شنقو. نو بس نقول برشا معامل سكت وبرشا ختام خرج، اما اللي رجعوا فما اللي لا، تقريبا 70 معمل ولا اكثر باو سكروا، خاصة السلع المستوردة ولات تأثر على السلع، دليل المعامل ولات تتهرب من الضرايب باش تنجم تربح. قينا نكلت ونهار وليل ونخدم سوايع زايدة، فما معامل تخلص ومعامل ما تخلصك عليها شهرية ما تفوت 600 على الاقل، شيء مش على الاقل بالاكثر قيمتها. والكليونيت من برا خسرناهم الثورة للكورونا وغيره وغيره وغيره.
عنا برشا معامل سكروا، عنا برشا معامل خسروا كليوناتهم سيرتو الكليونات اللي يجيو من برا. ثاني حاجه الناس الكل كي ولات للوكال وماشيه تجري تعمل لك لاتوليي وكل شيء، لا فما شكون اثر فيهم وفما لا. فما ناس ما عندهمش علاقه بحكايه تركيا، فما ناس تخدم لوكال للكليون معناها يخدم على روحه، اما فما برشا كليونات خسرناهم. اول واحد مضر هو الخدام الزوالي، مش نعرف نعرف باقي يخف شهريته كامله معنا. اما الزوالي يخدم سوايع زايده ما يخلصش، يخدم حدات ما يخلصش، شهريه تاخو بريمات جيك راس الشهر يقول لك هكا هو موجود. والله هما فما معنا برشا معنا خدامه بطلت معنا مريوسهم ما رجعوش بريد نتاع الكورونا، فما اللي قبلوه فما اللي ما قبلوش. وبالنسبه للتوا في خط بريد راس العام وبريم وكل شيء مضبوطين، نحكي لك فما شويه استغلال مش كل شيء صحيح، نتصورش كان ناخذوا في حقنا كامل. نحن الجمعية التونسية نسيج الملابس باهي لهنا نحكيو على السوق المحلية معناها اللي مارشي لوكال. لهنا فما ارتفاع نتاع المواد الأولية أسوام خيالية، معناها كي نقولوا نحن قماش بوليستير كان يتباع بدينار المتر نتاعو صباحا ب 7000 و8000، دونك لهنا أنت باش تخدم أرتيكل قداش باش يتكلف، وماهمش ستابل الأسوام نتاع الماتير بريمير، معناها اليوم تلقى سوم وغدوة تلقى سوم آخر، دونك هو باش يخدم لك سروال قداش باش يبيعوا لك. تنجم تقول لهنا الشركات الصغرى والمتوسطة قاعدة كيما نقولوا نحن خاسرة، تنجم تقول خاسرة اليوم خدمته راس مالها يبدا ب 18000 غدوة ب 20000 قداش تبيعوا هي. دونك سي عادل مازلت معنا بحكي. واضح، مرحبا يا سيدي من جديد. دونك هذه آراء بعض العملاء والعاملات في قطاع النسيج، آراء بعض نشطاء المجتمع المدني اللي يهمهم هذا القطاع، يعني أضرار كبيرة برشا خاصة في صفوف العملاء والعاملات اللي كانوا تعرضوا لها يعني في قطاع النسيج. في البداية حبيت نزغل صفتك أنت كرئيس الاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومن خلالك حبينا نعرف وناخذ فكرة على مختلف الأسباب اللي أدت للأزمة هذه. هو قبل كل شيء كما قلت نعاود نجدد شكري لكم على عنايتكم بالموضوع هذا، خاطر هو موضوع توا هذا واجب صراحه على المستوى المركزي، على مستوى المسؤولين مسكوت عليه للاسف. هو القطاع النسيجي يعاني تقريبا قبل جائحه كورونا من العديد المشاكل من العديد الصعوبات، لكن جائحه كورونا هي ممكن عرّيت برشا حاجات ما كانتش ظاهره للعيان، لكن نحب نفكر بحاجه مهمه برشا، وهنا كانت المبادره من ولايه المنسير تقريبا في شهر مارس 2020 منذ ظهور جائحه كورونا. تقريبا عندنا العديد من المؤسسات بادرت هي بغلق المؤسسات وحتى قبل ما تخرج الحكومه وتخرج قرار، وخلصت العمال نتاعها في بقيه شهر مارس كنت تفكرها من 15 مارس وغلق المؤسسات. هي بدأت بخلاف العمال بتاعها شهر كامل، وبدينا في شهر أفريل على أساس وقتها قالوا لنا الجائحة كورونا ما أكثرش من شهر شهر ونص، وخلصنا احنا 50% على أساس الدولة باش تكفر ذاك المنحة بتاع 200 دينار للعمال. وكما نعرف الناس كل كي تقريب 70% ما العمال ما تحصلوش على كل منحة هذيك اللي أقرتها وقتها الحكومة. احنا وقت الطلب بتاعنا كمنظمه كاتحاد صناعه وتجاره شنو قلنا وقت اللي الجائحه تواصلت ووقتها بدا غلق المؤسسات تقريبا في العالم كامل اضطر القطاع هذا مش كان في تونس فقط. قلنا مبدئيا كانت عندنا طلبات واضحه ماهيش طلبات بتاع منح وكذا، ايقاف نزيف الاداءات والسلاسات والخلاص الكهرباء والغاز، هذا كل ما تم تشتيل السنه 20 من الناس كل تعرفه. بداية سنة 2021 بدأ يتعافى نوعا ما القطاع النسيج وبدأت ترجع لكوموند من الخارج بشوية بشوية، لكن ما كانتش بالكيفية المرجوة المطلوبة. وزاد المشكل الكبير هو غلاء المواد الأولية. أولا الساعة ما رجعتش 100% نظرا كما قلت الجل الحرفاء الأجانب، نحكي برشا مع أوروبا، نحكي بلون نحكي فما ديفولي نحكي الساعة على المصدرين كلين وبعد نحكيه على المارشي لوكال، كان يعني الوقت يسمح باش نعرف كيش نوضح الأمور أكثر ما يمكن. قلنا بالنسبة للإكسبور تعرفوا قطاع النسيج يخدم في تونس 160 ألف تقريبا موطن شغل. بالنسبة كما قلت الحرفاء الأجانب كل ما رجعوش على خاطر جائحة الكورونا خلاتهم هما بيديهم يخلقوا مؤسسات أخرى في بلدان، وأنا أعطيك مثال في فرنسا أو في إسبانيا أو في إيطاليا وقت اللي هما جات مشكلة الليبرتيت تقريبا الدول الكل
عملت مؤسسات واحدة بدأت تصنع البافيت، وبعد ولاو كي وبعد وفات البافيت ولاو دوروا يخدموا في الأرواح مش كما كان عندنا قبل. فما صعوبات اللي صارت العديد من المؤسسات في تونس وما نجمتش تريزيستي كما نقولوا مدة طويلة قدام. تعرف المعمل مسكر والأداء قاعدة تمشي والأداء يمشي دونك فما طاقم تتحمل صاحب المؤسسة ما عندها حدود. وزيد البنوك عاد الجانب الآخر، البنوك ما حبتش تمشي باش تهزر وتاقف وتساند المؤسسات هذه. دونك هذوما برشا عوامل خلاو المؤسسة اليوم تعيش في صعوبات كبيرة. سعد الرقم كان اي تفضل تفضل تكمل ميسج تفضل تسمع فيها اي تفضل. قلت لك تقريبا عندنا احنا في ولايه مسير تقريبا 40 مؤسسه اغلقت في قطاع النسيج. رقم كبير هذا، رقم كبير، رقم كبير. اكثر هم اكثر من 40 مؤسسه، 87 مؤسسه سكرت. نحكي على العدد اللي عندنا احنا في ولايه مسير تقريبا 40، ممكن تحكي على مستوى حاجه اخرى ممكن الرقم عندك انت، اما احنا اللي نتبع فيه ما لا علمونا بهم المؤسسه دي سكرت. بخلاف العدد الكم الكائل من اليد العامله وحيلت على البطاله، لكن ما ننساوش فما معطى اخر هو احنا ما استغليناش للاسف كدوله تونسيه. فما سكتور بتاع الكابلاج التوموبيل اللي هو استقطب يد عامله كبيره برشا، وكانت جات عندنا فرصه كبيره باش الاوقاع يعني خرجوا من التكستيل يمشيوا للكابلاج التوموبيل. هذا ما استغليناش. وموضوع اخر هذا زادتك الكابلاج اليوم متوقفين على النشاط نتيجه المواد الاوليه اللي هي مقطوعه ماهيش موجوده كريمون. طبعا المؤسسات وقفت الانتاج نتاعها، ولكن باش تحل في جانفي 2022 بطاقه تشغيليه ب 5000 3000 اجلوا فتح المؤسسات نتاعهم. فما 75% او 3/4 من وحدات النسيج سجلت تراجع باكثر من 50% حسب الدراسه نتاع الافتتاهاش. دونك هذه اللي ادى التسريح 4500 عامل. كنا نجم نعرفه من خلال كنت التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه، وحتى خلينا نحكي شويه على مصير العمل اللي فقدوا مواطن شغلهم. هل فما منح مثلا؟ هو شوف تو خلينا نتكلم. انا عندي حتى انا بخلاف رئيس الاتحاد المزارعي عندي مؤسسه في النسيج، يعني نعرف اكثر تفاصيل. اكثر القطاع هذا اليوم فما جانب اللي كما قلت هو يتحمل مسؤوليته فيه الدوله بصفه مباشره، وفما معطى اخر اللي هو زاد برشا ناس ما تحبش تخدم. اقول هيك بكل صراحه، انا تو عندي مؤسسات وكان تمشيوا تدوروا وحدكم في مسير بالذات ولا في جميع المدن وتنديتوا لك مسير تلقى كل مؤسسه معلقه لافته تعتزم انتداب عاملات. سي عادل شنو الاسباب اللي تخلي العامله ما تحبش تخدم؟ هل انه مستوى الاجر ضعيف والا فما اسباب اخرى؟ هما فما الاجر الضعيف هذا الموجود به المعمول به موجود في القانون تقريبا. الناس كل تخلص الامور قانونيه، اللي يحب يخدم امور قانونيه يخدم امور قانونيه. فما حالات شاذه، فما يقول لك مش قاعد يصب عليه. موجود اي ما نجمش نلزم اقول لك موجود ولا مش موجود. موجود، لكن القانون واضح يعني فما اتفاقيه موجوده يخلصوا فيها في عدد الساعة. وديجا عندنا احنا تو اليوم اضربنا الاتفاقيه بتزياده في الاجر في الاجور على مده 3 سنوات مع اتحاد صناعه مع اتحاد الشغل بنسبه 7% و6% ومعناها 13% على 3 سنوات، 22% على 3 سنوات. هذا الاتفاق هذا يحصل ورجع ويبدا التفعيل بتاعه من سبتمبر 2021 باش تبدا الامور واضحه. فما ظاهره للاسف ظاهره هي ما هيش ظاهره مش صحيه كما نقولوا، اللي هو المحلات العشوائيه في الديار. هذوما يعملوا الماكينات ويحلوا في الديار ويخدموا بطرق غير شرعيه وبطرق غير قانونيه، هاربين من الاداءات، هاربين من المصاريف. وبالتالي نلقاو برشا بنات تحبس تخدم في المؤسسات هذيك، مش مؤسسات في المحلات هذيك اكثر اريحيه. فما اليوم القطاع النسيج برشا بنات تهرب منه على خاطر الديسبلين تقريبا، خاصه في قطاع المؤسسات المصدره فما ديزوتيت بيان ديترميني. فما تتصور انت تخدم مع دي كليون في الخارج لازم تكون عندك الاوديت سوسيال موجوده، ما فماش علاش باش تهرب منها وما تنجمش تهرب منها. دونك كثره الديسبلين ممكن تخلي برشا بنات ما تحبش تخدم في القطاع هذايا. وفما زاد اللي يحبوا يمشيوا يخدموا
في مع مؤسسات نتاع مكونات الطيارات اللي هما يخدموا بريجيم 40 سي با 48 دونك هو بلو دو كونفور. نقولها بكل صراحه معامل الكابلات الكابلاج بوكو دو كونفور اكثر من معامل التكستيل. خاطر معامل التكستيل البعض ما اهلش القطاع هذا مؤسسات قديمه هذا نقروه ما ننكروش ممكن العوامل هذه اللي خلات برشا بنات ممكن ما تحبش تخدم في قطاع التكستيل. لكن كان نرجع نقولوا الاجر اليوم ما قلش ما فماش اقل من 2957 مليم للساعه يعني اقل بنيه بتخدم اذا ما كي تخدم 48 تور تاخذ 600 دينار ده خلاف البريميوم بتاعها هذا مرصود قانونيا موجود قانونيا يعني فما حتى مؤسسات تخلص على 3000 3100 بي والعمل والعمل اللي ما يتحصلوش على مستحقاتهم الماليه القانونيه خلينا نقولوا خاطر كل شيء قانوني كيفاش ينجموا يتصرفوا لشكون يمشي وكيفاش فما تفقدية الشغل هي اللي قاعده تقوم بالمراقبه واضح وتنجم كل انسان يحس في روحه مش قاعد ياخذ في اجره بالقانون فما كما قلت التفقدية فما نقابات قاعده تتكلم عليه ما نتصورش انا لما نقول لك مش قاعدين يخلصوا فينا ويسالوا فينا راهو مؤسسات هذوما غير قانوني نقول لك بكل صراحه وي كيفاش ويهموا فيهم اللي هما يعطيهم في جي بي وين في جي بي ميديكلاري سي عادل كيفاش يتم التصدي للمؤسسات الغير قانونيه هذه هل انه فما اجراءات محدده ما فهمت السؤال كيفاش المؤسسات هذه كيفاش يتم التصدي للمؤسسات الغير قانونيه والتي لا تخضع للشروط هذه هي ما تنطبقش عليها تسميه المؤسسه تقبل كل شيء. اولا هما هذوما محلات عشوائيه هذه ما هي مشكلتنا في تونس هي الرقابه مفقوده في تونس. شكون اللي يراقبهم هما المؤسسه هما المحلات هذوما شكون يراقب هم المؤسسين هذي في بلاصه الرقابه اولا بدرجه اولى هي البلديه تاع الجماعات المحليه ثاني حاجه وزاره التجاره ثاني حاجه تفقدات الشغل اليوم انت هون نتكلم بكل صراحه اليوم تجمشي اي اداره اي هيكل قانوني ينجم يدخل ولا ينجم يسمح له باش يقول الدار هذه فيها كراج ولا فيها دار تخدم فيها ينجمش يقول لك نجيب اذن على عريضه باش نثبت ولا ما نثبتش. واليوم قاعدين نشوفوا اليوم البلديات قاعده تعاني من التشكيات نتاع المواطنين يقول لك هذا فما معمل راهو قريب الدار ما يخليش فما حس فما كذا اليوم في هذا راهو جد كان بعد 2011 ولا كيفيه كبيره برشا انا فما اليات الرقابه علاش المؤسسه المنظمه القانونيه تقع مراقبتها باستمرار كان عنده تفقديه الشغل تجيه باستمرار كان وزاره التجاره تجيه باستمرار الاداءات كيف المحلات هذه هو عشوائي معناتها المشكل في الرقابه المشكل في الرقابه حبيت نسالك من بعد 2011 الى حد هذه اللحظه عقدت عديد المؤتمرات وتم اقتراح بعض الاستراتيجيات منها انه يكون فما توافق مع وزاره التعليم العالي والتكوين المهني الى ما اخره هل انه بدات تمشي فيها وتطبيقها او لا واضحه صريحه شنو الاسباب اللي تعطلها واذا كان عندك فكره اذا فما بدائل عدم استقرار الوضع السياسي اليوم خلى الوضعيه نوصلوا لهذه اليوم حتى مراكز التكوين نعطيك في حاجات امس يعني حيه على مستوى هذا انا مارست وانا على مستوى ولايه المنوفيه اليوم عندنا 9 مراكز تكوين ماني تابعين الدوله في ولايه المنوفيه فيهم 5 في قطاع النسيج اليوم الناس هذوم المراكز هذه قاعده تخرج في ناس ماهوش طالبهم سوق الشغل به انا شنو دعينا تقريب من سنه 2012 قلنا منظومه التكوين لازم تتغير لازم تتبدل مع المهنه هات النسق مع المهنه احنا نعطيوك شنو نحبوا نكونوا اليوم عديد المؤسسات في قطاع النسيج طالبه تكوين معين شكون لازم تعمل تسمعني انت كوزاره التكوين والتشغيل لازمك تسمعني ونقول لك هاو شنو تكون لي هذاك يتكون هو لي على البلاصه انا ناخذه يخدم عندي في المؤسسه بتاعي معناتها المشكل في التنسيق مع الوزارات المعنيه بالتكوين فعلا هذا مشكل في التنسيق انا اعطيك مثال مركز بمبله للتكوين اللي كان اسمه للتكوين الاكساء للزرد اليوم المؤسسه هذه وقع رئيس الحكومه يجي في مارس 2019 يرصد لها
اعتمادات 7 مليارات إعادة هيكل إلى يومنا هذا ما تمش إلى يومنا هذا. وزدنا نشوف أكثر من هذا، قلنا هذا يلزم إعادة هيكلته المركز هذا باش يخرج على حسب الطلب. اليوم نمشي مع أكثر من هذا، إحنا اليوم عندنا مؤسسات في قطاع النسيج تعمل في مراكز تكوين خاصة به. يعني إحنا اليوم كي قلنا راهو عندنا قرابة 100,000 ينقطع سنويا عن التعليم، هات نقبلوهم إحنا ونكونوهم وندمجوهم في قطاع النسيج، لا حياة لمن تنادي. اليوم الدولة غايبة. نمشي معك أكثر من هكا، تتفكروا أو مدة سنة أو سنة ونص وقاء إلغاء وزارة التكوين والتشغيل، إيش معنى إلغاها؟ يعني إدماجها بوزارة الشباب والرياضة. تتفكرها الماز هذه اليوم اليوم مختلي أنت تقول وزارة الشباب والرياضة هي والإدماج الحقلها وزارة التكوين والتشغيل اللي هي وزارة السيادة، أنا سماها وزارة التكوين والتشغيل، هي وزارة السيادة بالنسبة لي أنا أهم من وزارة الداخلية. يعني في ألمانيا قوة ألمانيا والدول خاصة ألمانيا المثل بتاع ألمانيا التكوين والتشغيل يولى بأهمية كبيرة برشا برشا، هذاك هو الأساس وهذاك هو الباز. اليوم مشكلتنا في التكوين، أنا نحكيه على مستوى اليد العاملة. نمشي حاجة أخرى اليوم إحنا بعجالة بربي خطر، لأنه نظرا لذيق الوقت مازال ما باعنا دقيقة وموضوع كبير بالضبط، موضوع كبير لكن للأسف برشا وما تحكيش في ساعة وفي ساعتين. إن شاء الله نخصصوا له أكثر 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 وقت إن شاء الله في الحلقات القادمة. في 2018 عملنا يوم خاص للانتداب أصحاب الشهادة العليا في المؤسسات الخاصة للتعليم للنسيج. تتفكروا عملناه على أساس نتدوا 1200 لكن ما قيناش صراحة ناس حابة تخدم وعندهم حق. أنا نعذرهم أقول لك صعب شهادة عليا مش تدخلني نخدم بألف دينار ولا بألف ومئتين دينار في مؤسسة، لا يقول لك هذاك مش طموحي مش طموحي وأنا نحب في ميداني. واضح كان فهم عزوف فهم برجع عزوف. واضح سعاد دي سقس واحد سعاد. دونك شكرا لك سعاده اللي يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. دونك فريال وضعيه معني حقيقه سيتياسيون يعيشوا فيها العاملات والعمله في قطاع النسيج تقريبا من الثوره، يعني الازمات هذه قاعده تدهور مش كلمه الثوره والكورونا، تدهور حتى في غياب الماده العامله، انه التيفيال بالنسبه للتوريدات اللي جايه من برا بالنسبه للسلع التركيه وصلت 0% بالضبط. واضح. يلا فريق دونك تتعدد الاسباب ولكن الموضوع بالحق كبير برشا. نخصص خليكم معنا مستمعينا توا باش نتعداو بوز موزيكا ونرجع لكم مع صورة الشهر. We'll be right back.
جيت خليفة تاع يا حبيبي. وصلنا معكم الماضي ساعة على أمواج إذاعة دريم أف أم، دونك وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجكم أمور تهمنا. كيف نحكيه على الفقرة الأخيرة لأمور برنامج أمور تهمنا، أكيد نحكيه على تشريك المواطن في محتوى البرنامج متاعنا. كنا نزلنا صورة البارح على الصفحة الرسمية لإذاعة دريم أف أم، من خلالها قلنا شنو رأيكم في القانون الأخير الخاص بإجبارية الدخول إلى المؤسسات بجواز التلقيح. عديد التعليقات اللي جاتنا، ومن خلالكم انتم شباب مش ناخذوا فكره على التعليقات اللي جاتنا في علاقه بهذا الموضوع. وعلي ياسين يقول تو رئيس قال تونس دوله ديمقراطيه، معناها السلطه بيد الشعب، اما هو مدى مفرض التلقيح على الشعب ما فماش حتى ديمقراطيه من اللي حكيه، لانه الديمقراطيه تعني الحريه والشعب حر يلقح ولا ما يلقحش. وميمه ربيع تقول هذا تقييد الحريات اللي يكفلها الدستور، ابرزها الحق في التعليم، الطلبه ما تعدي الا بجواز التلقيح، هل يعقلوا بالرسمي برشا طلبه بحكم عن اكزامينات بعد العطله باش يتعرضوا للمشكل هذا؟ هو راهو الخبر مقدس وتعليق حر اللي مش تعلق فيه. هذا هو بون، هذا الخبر او القانون اللي هبط والبوليميك اللي عملوا بين المؤيد والرافض، يعني هو في النهايه في اطار انه العباد تسارع بالتلقيح، وداير قاعدين نشوفوا يعني السيستم كيفاش ولا يتيح، لانه العباد كيف سمعوا انه ما ندخلوا للمؤسسات الا ما لازمنا اللقطه فما مساج يعوض بالضبط متفاهمين، لكن العباد ولات تسارع لمراكز التلقيح باش تتلقى الجرعات على امل انها تخرج جواز التلقيح باش نجم تدخل للمؤسسات نتاعها، في حين زاد الطلبه والتلامذه رافضين لهذا القرار، لانه كما كنت تحكي انت توا يعني فريال انه فما طلبه ما همش ملقحين وهما توا في بيريود ديكزامان، دونك لو ويلهم يمشيو يلقحوا لو ويلهم يحضروا للاكزامانات نتاعهم. دونك هذا القانون او الخبر هذا يعني بين الرافض والمؤيد لقانون جواز التلقيح في حد ذاته اللي خلينا ان ندخلوا للمؤسسات العموميه نتاعنا.
ولا يعطيكم الصحه شباب، هاكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. نخلي لكم كلمه الختام عفوا، نبدا معك حسين. دونك اخر حلقه اليوم لسنه 2021، ان شاء الله نتقابلوا في الموسم القادم في سنه جديده ان شاء الله تكون مكلله بالنجاح والتالق والتوفيق للناس كل. كلمه الختام، كلمه الختام شكون باش نشكر وشكون باش نخلي. دونك كلمه الختام في البدايه نحب نشكركم انتم زوز برشا 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 على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. بالحق يعني 6 حلقات تعديوا مع بعضنا محليهم على الاخر. اكيد في الموسم القادم باش نطوروا اكثر في الحلقات القادمه. دونك ان شاء الله اللي نوعدكم به أنه مواضيع أخرى وجديدة وحارقة في ولاية القيروان وفي ولاية المنستير زادة كذلك إن شاء الله باش يقع طرحها في الحصص القادمة. نحب نوجه تحية شكر كبيرة 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 ومن القلب إلى القلب. بالحق معنا ما هوش رمي ورود، إلى كل الفريق القائم على برنامج أمور تهمنا. بالحق نحب نقدم تحية لكامل الفريق الموجود في مبادرة منار، ونحب نقدم تحية كبيرة برشا صديقي واللي تقريبا الاصدقاء الزوز اللي تقريبا يوميا معانا بالتليفون، لانه العباد ما تعرفش شنو هي الكواليس نتاع برنامج امور تهمنا اللي هو برنامج شهري صحيح لكن شهر كامل واحنا نحضروا وهما يحضروا معانا زاد كيف كيف بالتليفون بالريونيون. دونك ما نجمش نوصف لكم يعني التعب اللي تعبينه معانا. سفيان العاشوري نوجه لك تحيه كبيره برشا، صاحب الاذاعه وصاحب التلفزه. دونك ان شاء الله بيانتو لانه اكتشفت البودكاست اللي سفيان العاشوري موهبه صاعده. وصديقي مختار، بالحق مختار نحب نوجه له تحيه كبيره كبيره برشا لانه تعب معنا برشا، والسويفي نتاع مختار معناها وديما يأثر وديما يقول لا خلينا نبدلوا هذه ونتناقشوا الناس كل مع بعضنا. بالحق تعبين برشا الشباب، لكن تعبين باش نجموا احنا ننجحوا. دونك ورانا احنا اكيد فما ايكيب كبيره اسمها ايكيب برنامج امور تمنا والايكيب الكبيره نتاع مبادره مناظره، نحب نوجه لهم تحيه كبيره برشا على الحرفيه والاتقان في العمل. نحب نشكر اول حاجه مستمعينا اللي انت نسيتهم يا حسين. تعمل التنميه مع المستمعين عادي المستمعين نشكرهم غدوه اللي راجع غدوه. نحب نشكركم انتم الزوز برشا 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 تسنيم وحسام. فرحت برشا بالخدمه معاكم واني عرفتكم، وان شاء الله ما زالت خدمتنا باش تتواصل في موسم ثاني 2022 طبعًا. اللي جاي بعد ايامات ما حسيتها بعيده برشا. شكر خاص لحنين العويد معنا في اذاعه دريم اف ام، كامل فريق مناظرة للي ما يعرفهاش اللي عطتنا فرصة مشروع صحافة الشأن العام اللي كونتنا فيه، اللي عطتنا الفرصة كشباب إن نشاركوا ونوصلوا صوتنا. وبخلاف هذا إذا ما تعرفوش مستمعينا إني مناظرة عندها عديد البرامج الأخرى كيما زعما وتاون هول اللي تنجموا وتعملوا عليهم طلة. لحظة نحب أسمع، احنا في آخر الموسم، شوف احنا في آخر الموسم وآخر حلقة في سنة 2021، وأنا متأكد من الشباب اللي قاعدين يشكروا قلوبهم لأنه ترافايون جروب الناس كل نتعاملوا مع بعضنا عائلة واحدة، والهدف هو هدف واحد أنه إنجاح هذه الحلقة. الحلقات الكل بليتو، وراهو على فكرة باش نزيدك راهو حتى الإذاعات الأخرى الجمعياتية كوماندرا أفام ولا سليوم أفام ولا نفزاو أفام ولا عليس أفام ودريم أفام، رانا كلنا نتعاونوا مع بعضنا وذلك هو أهم حاجة تقريبا في برنامج أمور نجاح إذاعة من نجاح الإذاعات الكل. باهي